بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم جميعا في الاجتماع اللي احنا بنعقده النهارده اللي هو خاص باللجنه العامه لحمايه الطفوله في محافظه القاهره. انا طبعا برحب باختي الفاضله الدكتوره عزه عشناوي امين عام المجلس القومي للامومه والطفوله في محافظة القاهرة، ورحب أيضا بسيادة اللواء خالد يوسف نائب مدير أمن القاهرة، وبنبارك له على المهمة الجديدة وإن شاء الله نتمنى له التوفيق إن شاء الله بإذن الله. وطبعا في قانون حماية الطفل اللي صدر في 2008، والقانون ده كان بيستتبع انه كل المحافظات يبقى فيها لجان عامه لحمايه الطفوله، وايضا لجان على مستوى كل الاحياء. ومحافظه القاهره في 2008 قرار محافظه القاهره بتشكيل اللجنه العامه على مستوى محافظه القاهره، ثم كان هناك إعادة تشكيل في 2009، ثم كان هناك تشكيل للجان على مستوى الأحياء المختلفة. طبعا حضراتكم كلكم عارفين إنه نتيجة الأحداث اللي مرت بيها البلد، أحد القضايا اللي ما خدتش حقها بصراحة هي القضايا اللي خاصة بالأطفال وحمايتهم، مع ان يمكن الاحداث دي نفسها افرزت يعني انواع كتيره جدا من الممارسات اللي تؤكد انه كان لازم يعني اذا لم يكن هذا الموضوع موضع اهتمام في الظروف العاديه، انه كان لازم يبقى موضع اهتمام في هذه الظروف الاستثنائيه اللي موجوده فيها البلد يعني. ويمكن يعني لسه الدكتوره عزه بتتكلم معايا من شويه وبتقول لي نفس المثل اللي انا كنت هقوله في الاجتماع. شفنا احنا من كام يوم القضيه اللي كان فيها احد الجمعيات الاهليه تحت التاسيس او هكذا بيقولوا، كانت بتستغل اطفال في اعمال يعني تمتهن فيها كرامة الطفل، بالإضافة طبعا إلى مخالفة القانون اللي موجودة في البلد ككل. بكل أسف إن هذه الجمعية كان المقر بتاعها هنا في حي عابدين في محافظة القاهرة، وأنا كنت تواصلت مع الفرع عصام عشان أعرف وضع الجمعية دي إيه. الفرع عصام اللي هو مدير عام التضامن الاجتماعي، وهو قال لي الجمعية دي اصلا كانت مقدمه طلب، وكان طلب بتاعها ده بيتفحص، لكن هي كانت بتمارس هذا العمل قبل ما تتم الموافقات النهائيه لها عشان تمارس عملها بالشكل اللي حدده القانون يعني. ف احنا يعني الدكتوره عزه يعني مشكوره متطوعه النهارده ان هي يعني تشرفنا في هذا اللقاء، عشان فرصة اللي ما عندوش يعني خلفية كافية عن هذا الموضوع ان هي تتكلم معانا على القانون الطفل وما نتج عنه من أهمية وجود لجان الحماية والأعمال اللي منوطة بهذه اللجان، وإيه العمل اللي المفروض يتم في المرحلة القادمة إن شاء الله بإذن الله. وده ما قلت من شوية يعني فكرة ان في ظروف استثنائية بتمر بيها البلد، اعتقد ان هي تؤكد اكتر اهمية ان احنا يعني نوفر حماية للناس اللي هم بحكم السن وبحكم يعني المعرفة المحدودة باشياء كثيرة بتدور في البلد دلوقتي، يحتاجوا اكتر مننا حماية من الشخص البالغ الكبير اللي يقدر يفهم الامور ويقدر يقرر لنفسه وهكذا. فانا مره ثانيه طبعا
برحب بحضراتكم وبرحب بالدكتورة عزة غانم اللي بتشرفنا النهاردة، واحنا هنستمع منها عن يعني تقديم عن موضوع لجان حماية الطفل والمهام والآليات، عشان نشوف احنا عملنا ايه من الحاجات دي وايه الاشياء اللي المفروض نعملها في المستقبل. ثم الاهم من كده بقى هي عملية التفعيل ده اكتر من عملية المعرفة نفسها. اتفضلي يا دكتور عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير المحافظ الاستاذ الدكتور جلال السعيد محافظ القاهره، الساده الوزراء الكرام اعضاء اللجنه العامه لحمايه الطفل، والساده الرؤساء واعضاء اللجان الفرعيه في محافظه القاهره، بدايه حضرتك اسمح لي اوجه بخالص الشكر والتقدير لحضرتك على حسن الاستقبال والاستجابه السريعه على استقبال المجلس القومي للطفوله والامومه في ظل يعني انشغال سيادتك بالعديد من المهام والقضايا التي يمر بها الوطن. طبعا محافظة القاهرة من أكبر المحافظات وأكثر المحافظات اللي فيها العديد من المشاكل، ربنا يكون في عون حضرتك والسادة زملاء حضرتك. طبعا محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التي يوجد بها مشكلة أطفال الشوارع وقضايا العنف وعمالة الأطفال وحالات الاعتداء الجنسي والبدني كما ذكرت سيادتك، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية طبعا من بعض المحافظات وغيرها من القضايا اللي بتواجه الأسرة والطفل وتتفاقم في ظل السيولة الأمنية وظل المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، ونأمل إن شاء الله أن نعود إلى وضع السلام ونحن في مرحلة يعني مصر الحمد لله تنفذ خريطة المستقبل بعد إتمام الدستور، وإن شاء الله تكون المرحلة الانتخابات من المراحل الهامة في تاريخ الوطن. بالفعل حضرتك سيادة المحافظ سيادة الوزير المحافظ، نحن في حاجة ماسة إلى تفعيل هذه اللجان، ونعلم جيدا أنه قد يكون هناك تشكيل هذه اللجان من قبل، ولكن نتيجة العديد من المشكلات والعديد من الانشغالات قد نكون نحن كمجلس قومي للطفولة والأمومة انشغلنا في الثلاث سنوات السابقة في يعني مشكلات عديدة نعلمها جميعا، ولكن نحن اليوم في حاجة ماسة إلى تفعيل حقيقي لهذه اللجان العامة برئاسة معالي الوزير المحافظ واللجان الفرعية على مستوى المراكز والأقسام لها دور محوري. ويمكن انا كنت بقول لسيادته واحنا داخلين انه القضيه بتاعت الاطفال ال20 قضيه الاتجار بالبشر وفقا لقانون الطفل 1296 المعدل بالقانون 126/2008 تم احاله هؤلاء الاطفال للجنه الفرعيه لاتخاذ اللازم او لنجده الطفل، وبما ان اللجنه الفرعيه غير مفعله على الشكل او النحو الكامل هم الان تابعين للمجلس القومي للطفولة والأمومة في إحدى دور الرعاية، ولكن يتعين أن يكون هناك تفعيل حقيقي لهذه اللجان الفرعية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل. بالفعل إحنا النهاردة هندي يعني هناخد من وقت حضرتك وقت بسيط جدا، هنعرض زمايلي من المجلس القومي للطفولة والأمومة هنعرض آلية لجان الحماية وهنعرض خط لجنة الطفل 16000 اللي هو بالفعل محافظة القاهرة من أكثر المحافظات المتعاونة مع خط لجنة الطفل لإحالة الأطفال ومساعدة الأطفال في خطر، فهنعرض على حضرتك يعني مش هناخد 10 دقايق عرض سريع جدا آلية لجان الحماية وفقا للقانون وخط لجنة الطفل وأين محافظة القاهرة من خط لجنة الطفل. أرجو زميلتي أماني بيوم تفضلي سريعا والأستاذ أحمد بعد. شكرا لحضرتك. أماني بيوم من لجان الحماية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. احنا كلنا عارفين إن لجان الحماية استحدثت في قانون الطفل 126 لسنة 2008، وكانت الهدف من إنشائها إن هي تبقى آلية الحماية المجتمعية للأطفال المعرضين للخطر، وكذلك بتعمل على تغيير النظرة العقابية لهؤلاء الأطفال وتعمل على تحليلهم وحمايتهم من المخاطر. كذلك تتبنى آليات وقاية هامة جدا واستجابة وتوافق مع طبيعة المجتمع نفسه، لأن احنا عندنا 27 محافظة، كل محافظة فيها تختلف الطبيعة اللي فيها عن المحافظات الأخرى، يعني التعاون في الصعيد بيختلف عن التعاون في قوات الإبريق، وبالتالي في بعض التأديات اللي لازم تتخذ
وعلى اثرها السلطات القضائيه المعتاده اللي ممكن نتعامل بيها في محافظات الصعيد تختلف عن التعامل السلطات القضائيه المعتاده في الوجه المحلي. اول حاجه قابلنا في لجان الحمايه اللي هي من ضمن التعديلات التشريعيه اللي حطيناها ان عندما وضعت لجان الحمايه بالقانون لم ترد بها اي بنود ولا اي مواد في اللائحه التنفيذيه للقانون، وبالتالي ده خلانا ندور ازاي ان احنا نحط مواد وساعدنا على اننا الان بنعد التعديل في التعديلات التشريعيه في القانون وفي اللائحه التنفيذيه، وبالتالي هنقدر نحط لائحه تنفيذيه محكمه فيها بنود تقدر تساعد على وفيها مرونه تساعد الطفل على ازاي نعمل اليات محدده تقدر تحميه من المخاطر اللي بيتعرض ليها وجميع اشكال العنف. المجلس اشتغل في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا ابتدى يخاطب بعض الجهات عشان نقدر نحط الاليه دي ان احنا نخاطب جهات مختصه زي وزاره التنميه المحليه عشان تقدر تحط لنا هيكل محدد للجهات، وبالتالي تحط لنا كمان الموارد الماليه نقدر نجيبها منين، ونحدد لاعضاء اللجان دي بدلات الانتقال للاطفال اللي هم في حالات بخطر، ويبتدوا نعمل انشاء وتاهيل نفسي واجتماعي للاطفال المعرضين للخطر. كمان احنا كنا بندور ازاي نعمل مؤسسه للجان دي، لان اللجان في ناس اختلفوا على انها تبقى لجنه وفي ناس اختلفوا على انها تبقى اداره، فانا شايفه ان احنا علشان نقدر نعمل مؤسسه ان هي تبقى لجنه عليا برئاسه معالي المحافظ يندرج تحتها بعض اللجان الفرعيه زي ما الدكتور عزه قالت على مستوى المراكز والاقسام. ابتدينا نخاطب بعض الجهات اللي قامت بالتدريب خلال الفتره اللي فاتت من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه والجهات المانحه اللي قدمت تدريب للعديد من المحافظات دي، وابتدينا نجمع الادله التدريبيه علشان نعقد لجنه وخبراء نقدر ناخد منهم نطلع منهم بدليل تدريب واحد، بحيث ان احنا لما نبدا ندرب بقيه المحافظات يبقى كل المحافظات بتاخد نفس التدريب بنفس الشكل الموجود في المانوال التدريبي. بالنسبه لمحافظه القاهره احنا عارفين ان فعلا هي لجان الحمايه مشكله فيها وشغالين فيها بشكل كويس قوي، وبالرغم من ده كله احنا التواصل كان مستمر مع لجان الحمايه ومن خلال خط نجده الطفل والبلاغات اللي احنا بنحولها اللي بتيجي على خط النجده بتتحول من المحافظه، ولكن كل ده خلانا في الاخر ندور ان احنا التقارير الدوريه اللي بتطلع ما بتطلعش بالشكل اللي احنا كنا عايزينه، لان بالنسبه لخلايا خط النجده بتحول من خط للمحافظه، انما انا ما عنديش اي ربط للحالات بتيجي للمحافظه ترد عندي تاني عشان اقدر احط سياسه ورسم خطه واحده قوميه على مستوى المحافظه كلها. احنا وجدنا ان بعض اللجان في محافظه القاهره تلقت العديد من التدريبات من بعض الجهات المانحه، ولكن في النهايه لقينا ان هي ما بتقدرش تدينا الفيدباك اللي ممكن نعمل منه رسم سياسه واحده وسياسه قوميه على مستوى المحافظه، بحيث ان احنا نطلع بتقرير موحد عن الطفوله على مستوى المحافظه كلها، وده مش في محافظه القاهره بس، ده في كل لجان الحمايه المفعله بالفعل في 10 محافظات اخرى. تشكيل لجان الحمايه احنا وجدنا ان كل محافظه من المحافظات اللي شكلت اللجان دي جابت القانون وحطيت شكلت اللجنه بالشكل اللي هي شايفاه بالقانون، لان زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو ما فيش اي نقط كانت في اللائحه التنفيذيه توضح تشكيل اللجنه، ولكن وجدنا ان اللجنه دي اهم حاجه فيها ان يبقى في كل اللي ممثلين فيها ممثلي جهات تنفيذيه، لازم يكون عضو على الاقل له حق التغطيه القضائيه، لازم يكون اللي موجود فيها ليه وصف وظيفي محدد اقدر الزمه بانه يقوم بالدور بتاعه في اللجنه، وبالتالي لازم يكون عنده على الاقل وحصل على عده تدريبات في منظومه الحقوق في الطب. آلية عمل اللجان وجدنا ان بعض المحافظات شكلت اللجان
ولكن لم تجد لها أمانة فنية لإدارة هذه اللجان، وبالتالي فإن بعض اجتماعاتها كان يتمثل في إن حضور معالي المحافظ لازم يكون حاضر اللجنة، وطبعا ده كان بيبقى صعب في الفترة اللي فاتت عشان الأحداث السياسية اللي مرت فيها البلاد. تبعية لجان الحماية بتنفصل لجزئين، في تبعية مالية وإدارية، ودي بتطبع معالي المحافظ بأنها له حق إن هو يسيب ويعاقب عضو اللجنة، إنما التبعية القيادية الفنية بتدفع المجلس وبتدفع معالي المحافظ، لأن لازم في الآخر يطلع تقرير واحد بيضم الجهتين عشان يبقى عندي تقرير واحد موثق. تمويل اللجان، إحنا وجدنا إن الفترة اللي فاتت ما كانش في حاجة رسمية بتقول إن اللجان دي لازم تمول من أي مكان، ولم تجد سوى الجهات المنحة والمنظمات الدولية اللي كانت بتساعد على إنها تخدم وتعمل صرف بدلات انتقالات لبعض الحالات وحصولهم على التدريبات، ولكن إحنا وجدنا إن في قانون في وزارة التنمية المحلية، القانون ده بيقول إن أي لجنة يشكلها معالي المحافظ خاصة بشؤون الطفل أو تشكيل لجنة تنفيذية هي تعد مدرجة بالفعل في وزارة التنمية المحلية، أي إن القانون موفر لنا موارد للجنة دي ولا ينقصه سوى التفعيل. شكرا لهذا العرض المتميز يعني، و يعني الواحد طبعا كل ما بتتاح له فرصه ان يشوف هذا النوع من المعلومات بيشعر اكتر ان احنا كلنا لا استثني احد يعني مقصرين في حق الاولاد دول، لكن يعني ممكن يكون هذا اللقاء فرصة ان احنا انا كنت لما كنت شرفت كنت محافظ الفيوم في وقت سابق، كنت مهتم جدا بالقضية دي، وانا شايف يمكن في القاهرة المفروض نهتم اكتر، زي ما الدكتورة عزة قالت القاهرة طبعا بالتشابكات الكبيرة جدا الموجودة فيها اولا، ثم بالظروف اللي احنا بلد كلها بتعدي فيها، كان ده أدعى ان احنا نهتم بهذه القضية بشكل كبير. لكن زي ما انا قلت في الاول برضو انه it's never too late، وبالتالي هناك فرصة جيدة جدا ان احنا نحكم العمل في هذا المجال المهم. انا طبعا ملاحظ انه لجان الحماية العامة شكلت منذ فترة، وأنا أعتقد أنها تحتاج تحديث، وأيضا اللجان الفرعية محتاجة أيضا تحديث عشان تعكس طبعا التغيرات اللي حدثت، ومحتاجين يمكن زي الكلمة الجميلة اللي بتتقال دايما اللي هي عملية التشبيك والنتوركينج ما بيننا وبين أولا بين المجلس القومي اللي هو الطفولة وما بين محافظة القاهرة، ثم ما بين اللجان اللجنة العامة واللجان الفرعية، ثم التشبيك ما بين الناس اللي جايين من خلفيات مختلفة سواء مسؤولين أو ناس بحكم طبيعتهم مهتمين بهذه القضايا، أو الناس اللي طبيعة شغلهم يستطيعوا أنه يقدموا حماية أكتر للأطفال، ومديرية الظلام ورجال الشرطة طبعا بالتأكيد والجمعيات الأهلية بالتأكيد وهكذا. وأنا يعني نفسي إن احنا كلنا نتواصل مع بعض إن احنا ندي يعني نموذج لما يجب أن يكون على مستوى أي محافظة في مرحلة قادمة إن شاء الله. فأنا بالنسبة لي هنعيد تشكيل اللجان مرة تانية، ننتظم في الاجتماعات، نحدد الجهات اللي يجب احنا نجتمع معاها بشكل افضل وبمعدلات يعني افضل عشان نواجه هذه القضايا العامة اللي موجودة في المجتمع. واذا كانت الدكتورة ماريا تحب تضيف حاجة على التكليفات اللي هي تحب تكلف بيها محافظة القاهرة احنا طبعا هنبقى سعداء جدا. لا يسعنا الا ان نتوجه لحضرتك يعني معالي الوزير محافظ
محافظ استاذ الدكتور جلال سعيد خالص الشكر والتقدير. بالفعل نحن بحاجه الى اعاده تشكيل هذه اللجان بما يتسق مع احتياجاتنا ومع المتغيرات اللي بنشهدها، ويعني تزايد وتفاقم حالات العنف الغير مسبوقه اللي يمكن احنا رصدناها كمجلس قومي للطفوله والامومه من بدايه 2014. لدينا اكثر من 262 حاله عنف ضد الاطفال، سواء عنف ممارس من طفل لطفل وعنف ممارس من بالغ تجاه طفل او عنف ممارس من المجتمع تجاه الاطفال. نحن علينا يعني نشكر حضرتك ان تتضافر الجهود ونعمل سويا لحل مشكلات عديده بتواجهنا النهارده، منها على سبيل المثال طبعا ثقافه الزحمه وثقافه الارهاب اللي بتواجهنا كدوله عظيمه، وجود العديد من الظواهر السلبيه مثل ظاهره التوك توك وقياده الاطفال للتوك توك وما يترتب عليه من استغلال الاطفال في العمل او استغلالهم في التحرش او الاغتصاب او ما دون ذلك. هذه الظواهر ووجود بيئه حوالين المدرسه بيارات وغيره مما يؤدي الى وقوع الاطفال في المزيد من الخطر. بالفعل يا سياده المحافظ محتاجين تواصل مستمر ومحتاجين من حضرتك شاكرين اعاده تشكيل هذه اللجان والتواصل المستمر. محتاجين حلول للاطفال. لدينا حاله القضيه التي نحن بصددها، القضيه المحاله للجنه الفرعيه، محتاجين تحركات يعني سريعه وتحركات من اجل المصلحه الفضلى لاطفالنا ومن اجل انفاذ حقوقهم وضمان طبعا ان ده بينعكس على المجتمع، لان يعني الاطفال النهارده اصبحوا هم وقود الارهاب. فبنشكر حضرتك وبنشكر محافظه القاهره وشكرا على وقت حضرتك، ونامل ان شاء الله يكون في تعاون مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بعاود بس استغل الفرصه واسمع من الاستاذ عصام على موضوع القضية اللي اتكلمت عليها دكتور عادل اتفضل. والتدريب والحاجات دي كلها اعتقد احنا محتاجين توفير خط وعلى خطوط التليفونات وكل الحاجات اللي هي البسيطة دي اللي تخلي الحاجة تبقى صغيرة ان شاء الله. يعني نجيب لستك اللي بقى من الاحياء اسرع وقت، نجيب لستك اللي جاي من جنوب الاحياء واللي فات كان شكله عامل ازاي، وكل لجنة ادينا تقييم للفترة اللي فاتت عليه يطلع قرار ستك، نستفيد بافضل اللي موجود ونحدث العناصر اللي مش متصل بالمقار حضرتك المقار. يمكن يعني سيادة النائب هنا كان بيقول بعض الأفكار، بعضها طبعا احنا عاوزين نشوف بالفعل التشكيلات الحالية في اللجان الفرعية وأي تغيرات المفروض نطلقها عليها، وأي المفروض إن احنا أي تغيرات المفروض نعملها، ونشوف الإمكانيات اللي موجودة والحاجات اللي المفروض نوفرها زيادة كطريقه من طرق توفير الامكانيات. واعتقد موضوع التدريب نفسه اعتقد موضوع مهم جدا، وبالتالي دكتور عادل مش هتبخل علينا في هذا المضمار تحديدا. يعني طبعا في شغل فني في الموضوع يحتاج بالفعل يعني بعض المبادئ الاساسيه اللي تعيننا على ان احنا نقوم بالعمل ده. يعني انا عاوز يعني اشكر، احنا على فكره موجود معانا هنا اثنين من السادة نواب المحافظ اللي هو ياسين واللي هو أحمد ضيف، وموجود معانا نائب مدير الأمن، وموجود معانا مديري المديريات الصحة والخدمات السكنية والتضامن الاجتماعي ومركز المعلومات، وموجود معانا ممثلين لجمعيات أهلية، وموجود معانا رؤساء أحياء القاهرة. فهو يعني شايفوا احنا النهارده الخميس، الناس كلها متحمسة وموجودة وعاوزة تعمل حاجة. القضية بالفعل قضية مهمة، واعتقد ان احنا كلنا يعني هنقوم بهذا العمل بحب، لان هي القضية يعني ممكن جدا الواحد يقول انا يعني الدنيا فيها اللي يمكن فيها، كلنا بنشتغل من الصبح لحد بالليل، هو ناقص الحكاية دي بالذات. فالكل اللي قاعد دلوقتي قاعد عشان نفسه يعمل حاجة بالفعل لفئة يعني ضعيفة وتحتاج حماية بالفعل. فاحنا هناخد كده اسبوعين نظبط بعض الامور الداخلية عندنا ونكون على اتصال مع
مجلس القومي للأمة المطهورة ومعاشاتك، ونشوف بقى ممكن نعمل حلقات نقاشية على مستوى رؤساء لجان الحماية في الأحياء عشان نعمل إعادة تأهيل للقدامى منهم أو تأهيل جديد للجدد في الأحياء، ونعمل شوية هوم وورك كده خاص بتوفير المقرات وباقي الإمكانيات إن شاء الله بإذن الله. يعني ما لم يكن هناك إضافة لهذا الموضوع بشكر مرة ثانية دكتور عز أشناوي على التشريف النهارده، وبشكر كل النواب وكل الحكام الدار وحضراتكم على الحضور، ونلتقي قريبا إن شاء الله بإذن الله عشان نتابع العمل. بس عندي رساله مكلفه احملها لحضرتك من شركه ايفو، عايزين يتعاونوا مع حضرتك عشان يعملوا حاجات خاصه بالحوادث الطرق، زحمه والزحمه، عايزين نوصل بس لحضرتك برامج الكترونيه.